الحروب العالمية، دمار ودماء وجوع لا نريد تكراره. الحرب الروسية في أوكرانيا جاءت لتشعل أسعاراً كانت قد التهبت بالفعل بسبب تبعات الوباء الذي لم يخرج منه العالم بعد، وتزيد من معاناة الفقراء بفعل انخفاض إمدادات الغذاء العالمية، خاصة من السلع الغذائية التي تعد روسيا وأوكرانيا ضمن أكبر منتجيها الرئيسيين. وبات واسم الحرب العالمية الثالثة الأكثر تداولاً في العالم، خاصة بعدما لوح الدب الروسي بأسلحته النووية. приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. وروسيا تمتلك نحو نصف الترسانة النووية عالمياً. ويلات الحرب لا تتوقف عند أعداد القتلى والجرحى، وإنما تمتد إلى المنازل المهدمة والبنية التحتية المدمرة والاقتصاد الذي قد يعاني لسنوات. فما بالنا لو اتسعت رقعة هذه الحرب كما حصل في الحربين العالميتين. أكثر من 10 عقود مرت، لكن العالم لم ينسى أحداث الحرب العالمية الأولى التي اشتعلت شرارتها في 28 يونيو عام 1914 باغتيال ولي عهد النمسا فرانز فيرديناند وزوجته على يد طالب صربي في منطقة البوسنة والهرسك. انقسم العالم إلى معسكرين، قوات الحلفاء بزعامة المملكة المتحدة ودول المركز بزعامة ألمانيا. دائرة تحالفات زادت مع اتساع رقعة المعارك لتسيل الدماء أنهارا. قدرت خسائر الحرب العالمية الأولى التي استمرت 4 أعوام بنحو 337 مليار دولار وهوت بالناتج المحلي الإجمالي لدول مثل روسيا وألمانيا وفرنسا، بينما تمكنت الولايات المتحدة من زيادة ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 10%. وبعد أن وضعت الحرب أوزارها وراح ضحيتها نحو 40 مليون شخص بين قتيل وجريح، جاءت المفاوضات الماراثونية ووقعت الدول معاهدة فرساي التي تضمنت اعتراف ألمانيا بمسؤوليتها عن الحرب، وترتب عليها دفعها تعويضات مالية بلغت 269 مليار مارك ذهبي إلى الدول المتضررة في عام 1922، أي ما يعادل 100,000 طن من الذهب. خسرت ألمانيا وقتها نحو 10% من مساحتها و 12.5% من سكانها، غير نزع السلاح عن البلاد وتخفيض عدد أفراد جيشها إلى 100,000 جندي فقط. وبعد عام على توقيع المعاهدة تعرضت ألمانيا لواحدة من أسوأ الكوارث الاقتصادية في التاريخ، حتى أن الدولار الأمريكي الواحد بلغ في لحظة ما نحو 4 تريليونات و200 مليار مارك ألماني، ووصل سعر رغيف الخبز آنذاك نحو 200 مليار مارك. وقفز معدل التضخم الشهري في أكتوبر من العام 1923 إلى 295 ضعفاً، وكانت أسعار السلع تتضاعف في غضون ساعات. حملت معاهدة فرساي في رحمها جنين الحرب العالمية الثانية، حيث تمخض عنها ميلاد الفاشية في إيطاليا عام 1922 والنازية في ألمانيا عام 1933، وبدأت شرارة الحرب العالمية الثانية في الاشتعال. عام 1938 احتل الزعيم النازي النمسا، وفي 1939 احتلت تشيكوسلوفاكيا وبولندا بعد توقيع معاهدة عدم الاعتداء بين ألمانيا والاتحاد السوفيتي. جاء معه تهديد بنيتو موسوليني بغزو ألبانيا وضمها للأراضي الإيطالية. هنا أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا الحرب على دول المحور، وبدأت الحرب العالمية الثانية. العالم مر بعدد من المحطات الأساسية خلال هذه الحرب، منها معارك ستالينغراد أكثر المعارك دموية في التاريخ، وميدوي والعلمين أكبر معركة للدبابات في التاريخ، وإنزال نورماندي في يونيو من عام 1944 وبداية نهاية الجيش النازي، نهاية بالكارثة الأكبر بإلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناغازاكي في اليابان.
مع انتهاء الحرب العالمية الثانية باستسلام ألمانيا وسقوط قوى المحور، كان العالم قد خسر أكثر من 2% من سكانه، أي ما يعادل نحو 60 مليون ضحية. فاتورة هذه الحرب لا يمكن حسابها، فالخسائر كانت بالجملة. أمريكا لوحدها تكبدت ما يعادل اليوم أكثر من 4 تريليونات دولار، اضطرت معها إلى رفع الضرائب على الدخل عامي 1944 و1945 إلى نحو 94% لمن يزيد دخلهم السنوي عن 200,000 دولار آنذاك. وكانت أمريكا بحاجة ماسة للمعادن لبناء أسطولها العسكري، حتى أنهم اضطروا لاستخدام خردة المعادن لإعادة تدويرها. مشروع منهاتن الذي أنتج 4 قنابل نووية بلغت تكلفته 2 مليارد دولار، أي ما يعادل نحو 29 مليار دولار اليوم. أما عملة البنك المجرية فقد خسرت قيمتها آنذاك بوتيرة مذهلة بعد ارتفاع الأسعار بنحو 200% يومياً بين أغسطس من العام 1945 ويوليو عام 1946، بمعنى أن التكاليف تضاعفت في المجر كل 12 ساعة. اقتصادات دول غرب أوروبا كانت في حالة شلل تام تقريباً، أرقام لا يمكن أن تعبر عن قدر البؤس الإنساني والحرمان والمعاناة وتشريد الشعوب أو التدمير المادي الهائل للممتلكات التي خلفتها الحرب. والآن وبعد مضي أكثر من شهر على الغزو، تشير التوقعات إلى أن فاتورة الخسائر المباشرة على الجيش الروسي بلغت 7 مليارات دولار، بما في ذلك المعدات العسكرية والخسائر في صفوف الجنود، ناهيك عن خسائر موسكو الاقتصادية، حيث يتوقع البنك الدولي انكماش اقتصاد روسيا بنسبة 10% العام الحالي. وعلى الجانب الآخر، ورغم ما تحصل عليه أوكرانيا من مساعدات دولية ضخمة، لكنها ستعاني لسنوات عدة وبتكلفة باهظة لإعادة إعمار البلاد. فكم إذن ستبلغ فاتورة اندلاع حرب عالمية ثالثة؟